طيب طيب الزملاء الزميلات الكرام او الزميلات والزملاء الكرام لا باس صوت الدكتور رفع الصوت كبيرا والله يا دكتور هذه نعم انا فيها جميع الى ضروره رفع الصوت لجميع المتحدثين والمتداخلين لا ما هو لأجل الدكتور استمع عنده في مشكلة فهو يطلب من الجميع يقول من أراد أن يتحدث معي يرفع صوته بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود أن نقيم هذه الحلقة النقاشية مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح كيليطو الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحالية عن فرع اللغة العربية والأدب، ونحن بدورنا يعني نتوجه بالشكر أيضا لاستجابته للدعوة ونبارك له حصوله على هذه الجائزة الرفيعة. قبل أن أدخل إلى ما يعني اصطلح على تسميته بالحلقة النقاشية أريد أن أقدم بصورة سريعة للدكتور عبد الفتاح كيليطو. المقدمة لن تكون تعريفية لأننا كلنا نعرف أعمال الدكتور عبد الفتاح. سأقف بصورة سريعة عند بعض النقاط التي يمكن أن تصف معالم الكتابة الكيليطية إن صح التعبير. أولا الخصوصية التي تسم أعماله، عدم النسج والاحتذاء على أمثلة سابقة، هذه الحيثية هي التي وردت في بيان الجائزة بالأمس عندما وصفت أعماله بأنها مبدعة. الأمر الآخر والثاني القدرة على الإبهار، وهذا الأمر برأيي يرجع إلى القدرة التي عند الكاتب في إقناع القارئ وإشراكه في الكتابة ومغامرة الاستكشاف، وفي الغالب أن ثمرة هذا الاستكشاف أو الاكتشاف طريفة وتستحق العناء. هنا أتذكر عندما قرأت كتاب الأدب والغرابة وهو أول كتاب قرأته للدكتور عبد الفتاح، في التقديم لهذا الكتاب وهو تقديم عبد الكبير الخطيبي وجدت في هذه المقدمة القصيرة ما يمكن أن يصف الدكتور عبد الفتاح. هو يعني في سطر واحد ذكر بأن النقد الذي يمارسه الدكتور عبد الفتاح هو نوع من المكر النادر، لأن الخصوصية التي تسم هذه الأعمال جعلت المقاربات والتوصيفات النقدية للكتابة عند عبد الفتاح كيليطو صعبة جدا. بسبب هذه الجدة والابتكار في أعماله تولد أمران، أحدهما صعوبة الوقوف على النسق المنهجي الذي تسلكه هذه الأعمال، وتفسير هذا واضح في أن الكتابة الكيليطية لا تحفل بالتكرار وهي تضمر الأدوات المنهجية، وانعكس ذلك بدوره على مقروئيته، فمقروئية كيليطو واسعة جدا. وفي رأيي أن السبب المهم والجوهري هو الابتعاد عن الحذلقة النظرية وما يمكن أن يسمى بالخطبة النظرية ل يعني مجمل التطبيقات التي انتهجها كيليطو. الأمر الآخر صعوبة التقليد، يعني رغم أن عبد الفتاح كيليطو يعني معروف ومقروء كثيرا إلا أن هذه المقروئية العالية لأعماله على مستويات متعددة سواء كانت نقدية أو غير نقدية، إلا أن الابتكارية العالية في هذه الأعمال جعلت من الصعب
لمن يحتف بتجربته أن يعني يقلدها أو يحتذيها، رغم وجود الكثير من التلاميذ والنقاد المتصلين بهذه التجربة. لا أريد أن استأثر في المجال، أترك يعني الكلام للدكتور كليطو ليحدثنا عن موضوعه الأثير في أدب المقامات، وفي نقاش عنوانه لماذا لم يعد للمقامات المقام الذي كانت تتبوأه فيما مضى. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. طبعا أشكر الجميع، فمنذ أن وطئت قدمي هذه الأرض المباركة، الدكتور ترى صوته هكذا خليجي وكانك لا ما لها علاقة الميكروفون لديه. تفضل يا دكتور. يعني منذ أن قدمت إلى هذه البلاد المباركة أحسست بتعاطف و كيف أقول، بنوع من التضامن معي ومع بلادي المغرب، وأنا أشكر الجميع على الحفاوات التي تبينت لي، وخصوصا البارحة أثناء تسليمي الجائزة الراقية، جائزة الملك فيصل. طيب، حديثي سيكون عن المقامات، والمقامات نوع مهزوم، هزمت المقامات، لا أحد يستغل عن المقامات ولا طيب ستحدثينا عن تجربتك. إلى حد أنني كنت أعتبر نفسي القارئ الوحيد للمقامات، ألفت المقامات لكي أقرأها أنا بالضبط وأنت طبعا. وهذا ما يحدث مع الأنواع الأدبية، هناك الأنواع المنتصرة والأنواع المهزومة. الرواية اليوم منتصرة، المقامة منهزمة، بينما كانت المقامات فيما مضى وخصوصا المقامات الحريري كانت شيئا، كانت هي النوع المنتصر لمدة 7 قرون. ثم ماذا حدث؟ انتهى الاهتمام بالمقامات، وحاولت في مناسبات كثيرة وفي بعض الكتب أن أساند هذا النوع المهزوم وأن أعيد إليه بعض الحياة إن أمكن. طيب، سيدور حديثي، هو الحديث عن المقامات الطويل، ولكن اليوم وفي الظرف الزمني المحدود سأتحدث، سيكون عنوان مداخلتي القصيرة، من الرواية الفرنسية إلى المقامة، ولكن العكس هو الصحيح تاريخيا، من المقامة إلى الرواية، ولكن بالنسبة لي كطالب وكباحث بدأت بالرواية الفرنسية، قرأتها ثم انتقلت إلى المقامات. فكيف تم ذلك الانتقال؟ في المدرسة حفظنا بعض الأشعار،
لا شك أنكم مررتم من هذه التجربة مثلي. حفظنا بعض الأشعار، قصيدة وصف الحمى للمتنبي، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. طيب قصيدة للمتنبي، وقصيدة لا أتذكر من ألفها، كنت في المدرسة الابتدائية ودرسنا مع المعلم قصيدة لا أتذكر من ألفها، ولكن أتذكر القسم الأول من البيت الأول: يا بنت يا عرب كم من موجع دنف. هذه هي القصيدة التي درسناها في الابتدائي. كما درسنا نصوصا من كليلة ودمنة، من بينها الخب والمغفل. قال لنا المعلم: الخب هو المخادع الغادر. إذن الغادر والمغفل. لكن أجمل ذكرى لي هي قصة الحلاق الثرثار للمنفلوطي، لا شك أنكم تتذكرونها. وكتب هذه القصة الصغيرة على عكس عادته المتسمة بالجد وبمسحة من الحزن. المنفلوطي حزين جدا، ويمكن أن نقول عنه إنه صاغ شعرية الحزن، وفي هذا يلتقي مع جبران خليل جبران. جبران خليل جبران إذن هو أيضا صاغ شعرية الحزن. إذن المنفلوطي كتب نصوصا متسمة بالجد، لكنه كتب نصا هزليا، وأظنه الوحيد هو الحلاق الثرثار. درسنا هذا النص في المدرسة، ودرسنا المقام المضيرية للهمذان. أظن أنكم كلكم تعرفون هذه المقامة التي تصف تاجرا ثرثارا لا يتوقف عن الكلام كحلاق المنفلوطي. وهذه المقامة من أبرع ما كتبه القدماء في مجال السرد، ولقد أثارت في الصف الدراسي ونحن نقرأها ضحكا لا ينتهي، إلى حد أننا صرنا ولمدة كنا صغارا، إلى حد أننا صرنا ولمدة غير يسيرة كلما التقينا نحيي بعضنا البعض بعبارة وردت على لسان التاجر وهو يصف إبريقه. هذه العبارة هي: وأنبوبه منه. صارت هذه العبارة كأنها كلمة السر بيننا، وإعلانا عن ترابطنا وتعاطفنا. وربما ذكرى هذه المقامة المضيرية هي ما جعلني سنوات طويلة بعد ذلك أختار المقامات كموضوع لأطروحة الدكتورة. والأكيد أنني لما قررت الاستغلال عن المقامات لم أكن أعرف إلا مقامة واحدة هي المقامة المضيرية.
سجلت الدكتوراه، موضوع الدكتوراه، وأنا لا أعرف إلا مقامة واحدة. قبلها أنجزت بحثا لنسميه تبسيطا دكتورة أولى عن روائي، عن روائي، فلقد شاءت الظروف أن أتخصص في الأدب الفرنسي. وعندما كنت أبحث عن موضوع ملائم شاءت الصدف أن أقرأ رواية لفرانسوا مورياك، وهذه الرواية عنوانها عقدة الأفاعي. ما هي عقدة الأفاعي بالنسبة لمورياك؟ هي الأسرة، الأسرة هي عقدة الأفاعي. وهذا ما لا نجده في المقامات، المقامات لا تتحدث عن الأسرة، أو قليلا ما تتحدث عن الأسرة. والأدب العربي القديم نادرا ما يتحدث عن الأسرة. أما الرواية فالأسرة هي قطب الرواية، الأسرة. أعجبت أيما إعجاب بهذه الرواية، وعقدت العزم على دراسة روايات فرانسوا مورياك. بعد أخذ ورد اقترح علي الأستاذ الفرنسي اسمه جاك نواري المشرف على البحث أن يكون الموضوع هو القدر في أعمال مورياك، رواياته ومسرحياته. ولفت انتباهي أيضا كتابه النقدي الهام الروائي وشخوصه Le romancier et ses personnages. ومن أقواله المشهورة إن الروائي في العالم التخيلي، في العالم التخيلي الصغير الذي يبدعه، يشبه الإله في علاقته بمخلوقاته، أو كما يقول بالفرنسية Le romancier est de tous les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est le singe de Dieu. الروائي حسب مورياك يعلم كل شيء عن شخوصه، يسيرهم بمشيئته، ويعلم ما يفعلون وما لا يفعلون، ما تكنه صدورهم وضمائرهم. يتعلق الأمر بما يسمى الراوي العليم أو كلي العلم بالإنجليزية وبالفرنسية omniscient و all knowing. هذا هو الروائي بالنسبة لمورياك، يعلم كل شيء في العالم التخيلي الذي يبتدعه. وعن هذا الجانب بالضبط تصدى جون بول سارتر لمورياك. والظاهر أن سارتر كان متحدثا، كان حينئذ متأثرا بروائيين أمريكيين نبذوا هذه الطريقة. وعلى سبيل المثال جون دوس باسوس، جون دوس باسوس اعتبره جون بول سارتر أعظم روائي في القرن العشرين. لكن جون دوس باسوس أيد الحرب الأمريكية في الفيتنام، فلم يعد جون بول سارتر يعتبره أعظم روائي في القرن العشرين. جون بول سارتر كتب عن فرانسوا مورياك، يعني ما يميز الأمريكيين في القرن العشرين أنهم نبذوا
الروائي الأومنيسيانت، نبذوا الروائي الأول نوين مثلا هيمينغوي مثلا، فكتب جون بول سارتر عن مورياك مقالا عنوانه فرانسوا السيد مسيو السيد فرانسوا مورياك والحرية. ومن هذا العنوان يمكنكم أن تخمنوا أن سارتر لا يحب مورياك، لأنه سماه مسيو فرانسوا مورياك إلى ليبرتي. مسيو ما معنى مسيو؟ نستعمل كلمة مسيو حين تكون مسافة بيننا، إذن مسافة شاسعة. وأحيانا مسيو تعني اختلاف جذري في الرأي، اختلاف جذري في الرأي. والقصد من هذا المقال، القصد الأساسي منه، حرية الشخوص في رواياته. يعتقد جون بول سارتر أن مورياك يسلب شخوصه حرية الإرادة والاختيار. وأنتم تعرفون ولع جون بول سارتر بالحرية إلى حد أن ثلاثيته تسمى لي شومان دو لا ليبرتي، سبل أو طرق الحرية. وهذا المقال يقطر كراهية لمورياك، ويبدأ الإنكار كما قلت لكم من العنوان السيد مسيو، عنوان يعلن عن المسافة بينهما وأنهما لا يتفقان فيما يخص مسألة روائية جوهرية، هي مسألة الحرية في الرواية. هذا إضافة إلى أن كلمة السيد تحيل إلى وضع اجتماعي وثقافي، إلى البرجوازي. والبرجوازي في القرن التاسع عشر كان يلبس قبعة، بينما الرجل البروليتاري والشعبي العامل كان يلبس الكاسكيت. يعني كان هناك اختلاف في رأس كليهما، رأس بقبعة ورأس بكاسكيت. مقال سارتر هذا أقلق مورياك كثيرا، وكان له تأثير على رواياته فيما بعد كما حاولت أن أبينه في بحثي. صار مورياك حين يتحدث عن شيء ما يقول، ربما يتساءل القارئ كيف أعرف هذا عن هذا الشخص، وهذا من تأثير جون بول سارتر. ثم ماذا؟ كنت في تلك الفترة مرتبكا، وحين أتذكرها اليوم بعد أكثر من نصف قرن أرى أنني كنت تافها سخيفا. كنت أجهل النقد الجديد، ما كان يسمى في ذلك الوقت النقد الجديد، الذي أخذ حين ذاك في الظهور. كان ذلك في سنة 1968، وكانت تصلنا أخبار التمرد الطلابي في باريس، تتذكرون، وبدأنا نسمع كلاما عن نقد غير مسبوق مبني على العلوم الإنسانية. ولما ألقيت نظرة على بعض المقالات والكتب التي كانت تصدر بعناوين غير مألوفة، انزعجت، لأنها جعلتني أشعر بأن ما سبق لي أن تعلمته لا يساوي شيئا،
لا يساوي شيئا على الإطلاق. مما دفعني إلى تخيلي أنني لن أفهم أبدا النقد الحديث، ولا أستحق حتى أن أقرأه. بعد عمل دام 3 سنوات أكملت البحث، ولدهشتي أشادت به لجنة المناقشة. حدثني الأستاذ المشرف حينئذ عن إمكانيتي لنشره، فرفضت عرضه. أعتقد اليوم أن ما أنجزت كان لا بأس به، وأنني بالغت في اعتباره تقليديا، وأنه كان ينبغي أن أنشره، وأنني أسرفت في التقليل من شأني. هو ذا ما كان يحدث لنا أنا ولغيري في المغرب إزاء ما يسمى النقد الجديد. كنا نهابه، نخاف منه، ونعتبر أننا لا نستحقه. بعد ذلك ولأسباب يطول شرحها، من بينها أنه أثناء المناقشة طرحت علي أستاذة فرنسية، قالت لي: طيب أنت تحدثت عن موضوعة القدر عند الروائي فرانسوا مورياك، وتحدثت عنه كأنك فرنسي، ماذا أضفت أنت العربي لهذه الموضوعة؟ لماذا لم تحدثنا عن موضوعة القدر في اللاهوت وفي الأدب العربي؟ لماذا لم، ولو بصفة موجزة؟ وهذا النقد أثر فيا كثيرا. فالفرنسيون والأوروبيون بصفة عامة يتمنون أن تدرس أدبهم، ولكن يتمنون أن تضيف إلى ما تقول لهم شيئا من أدبك، شيئا من ثقافتك، وإلا هل هم بحاجة إلى أن تحدثهم عن بالزاك وبروست وفلوبير؟ أبدا. أنا ألفت كتابا عنوانه لن تتكلم لغتي، وهذا العنوان يدخل في هذا المضمار، يعني كلمني عن لغتك ولا تكتفي بحديث عن لغتي، كلمني شوية عن لغتك. إذن بعد الأطروحة الأولى الصغيرة صرعت في إنجاز الأطروحة الكبيرة تحت إشراف الأستاذ محمد أركون، الذي كان له الفضل الكبير على الذين اشتغلوا معه. قرأت كل ما كتبه وتتبعت ما كان يشير إليه من مراجع وعناوين خلال زياراته للرباط، حيث كان يلقي محاضرات شيقة. لقد ساعدني كثيرا أثناء 10 سنوات التي استغرقها بحثي في المقامات. ما علاقة كل هذا بالرواية؟ أستاذ آخر كان له الفضل علي هو، لا شك أنكم تعرفونه، أندري ميكيل، بأبحاثه المهمة جدا في الأدب العربي، وخاصة كتابه الجغرافية البشرية في العالم الإسلامي. انصب اهتمامه في هذا الكتاب
على الجغرافيين العرب في القرن الثالث والرابع الهجريين. كان الجغرافيون حينئذ يجولون في مملكة الإسلام ويقومون بوصفها، إلا أنهم لا يجتازون حدودها إلا نادرا وبصفة استثنائية. إذ ذاك تبين لي ولأول مرة أن المقامات يمكن اعتبارها من الأدب الجغرافي في أحد جوانبها، فشخوصها عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري عند الهمذاني، ثم الحارث بن همام وأبو زيد الساروجي عند الحريري، أشخاصها لا ينفكون ينتقلون من بلاد إلى بلاد داخل مملكة الإسلام. ثم إن جل المقامات تحمل اسما لمدينة من المدن مع إشارات عابرة إلى الصغور. الروم البيزنطيين عند الهمذاني والإفرنج الصليبيين عند الحريري. لم أنتبه إلى الأهمية القصوى لهذه الظاهرة، وعلى الخصوص علاقتها بالرواية العربية إلا بعد مرور الوقت. فمنذ بداية القرن التاسع عشر انضاف إلى العالم المعروف، إلى مملكة الإسلام انضاف عالم آخر، قارة أخرى، أوروبا. الرواية العربية وليدة أوروبا، وليدة التنقل إليها وفيها، وليدة اللقاء بين عالمين مختلفين. تعرفون أن هذا الاختلاف بدا جليا في كتاب رفاعة الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريس، صدر سنة 1834، واستمر الحديث عنه في كتاب الساق على الساق لأحمد فارس الصديق، ثم حديث عيسى بن هشام للمويلحي الذي صدر ككتاب سنة 1907، وتواصل الأمر في الروايات التالية. أطروحتي أن الرواية العربية ولدت لتتحدث عن أوروبا، عن علاقتنا بأوروبا، وهذا يستمر إلى اليوم. تحدثت ذات يوم مع أديب مصري وقلت له هذا الكلام، فاستنكر هذا الكلام. قال لي كيف أوروبا؟ وكان أهداني يوما قبل ذلك الحوار كتابا رواية، فقلت له بماذا تبدأ روايتك؟ عربية مصرية تنزل من طائرة قادمة من ألمانيا. قلت له في روايتك أيضا تتحدث عن أوروبا. طبعا في كلامي بعض المبالغة، يعني سؤال، ما هي أول رواية عربية؟ مع تحفظي من استعمال كلمة أول، ف
فلا يجوز استعمال هذه الكلمة لا في الأدب ولا في الحب. أغلب الدارسين يقولون إنها زينب لمحمد حسين هيكل الصادرة حسب الدراسات سنة 1913 أو 1914، لست أدري في أي تاريخ بالضبط. كتبها في باريس حيث كان يدرس القانون، وباريس حاضرة كلما تعلق الأمر بنشأة الرواية العربية. تعرفون أن في 1914 كانت الرواية تعتبر شيئا تافها سخيفا، لا يجوز لمثقف ذي شأن أن يكتبها أو يهتم بها، لذلك أصدرها هيكل تحت اسم مستعار فلاح مصري، لأنه كان محاميا وخشي أن يضر نشر هذا الكتاب بوضعه كمحامي. ومن بعد نسبها إلى نفسه. قلت إن باريس حاضرة في كل مراحل الرواية العربية، مثلا قلنا رفاعة الطهطاوي رغم أن كتابه ليس رواية، ولكن الساق على الساق رواية. ومن بين البلدان التي زارها الصدياق فرنسا وباريس، وطبع كتابه الساق على الساق. أين طبعه؟ في باريس. وحديث عيسى بن هشام خصص القسم الثاني منه لوصف باريس. يعني لماذا لم يعتبر حديث عيسى بن هشام أول رواية عربية؟ لأنه ظل بين في هذا الكتاب عناصر من المقامة وعناصر من الرواية. من بين عناصر المقامة كما تعرفون السجع والمحسنات البديعية، وكذلك حضور الشعر إلى جانب النثر المسجوع. هناك انتقال من الشعر إلى النثر ومن النثر إلى الشعر، وهذه كلها حاضرة في كتاب المويلح. من هذا الجانب كتابه مقامة أو مجموعة من المقامات، وهذه العناصر بأجمعها ترفضها الرواية. الرواية ترفض السجع وترفض المحسنات البديعية وترفض اقتباس أو إدراج أي بيت شعري. لا تحب الرواية الشعر إطلاقا، يعتبرون بيتا من الشعر في الرواية قلة ذوق. هل تعرفون الرواية فيها بيت من الشعر؟ لا، أو قليلا جدا جدا جدا. الرواية ترفض هذه العناصر ولا تستصيغها على الإطلاق. من بين العناصر الأساسية للرواية العربية وصف المستمع المحلي ومقابلته بالمستمع الأوروبي، رجل هنا ورجل هناك.
وعنوان الساق على الساق اختيار مجازي لهذه الظاهرة. يعني ساق أولى في العالم العربي وساق ثانية في أوروبا. إنما غاب عني المويلحي. ماذا غاب عن كتاب المويلحي؟ هو العنصر النسوي. يكاد كتابه يخلو من المرأة، وهذا شيء لا يتصور في الرواية. لا تخلو رواية من المرأة. قلت يكاد كتابه حديث عيسى بن وسام يخلو من المرأة، ما عدا الإشارة إلى ظاهرة الفساد في وصف حانة من الحانات. ما عدا هذا فإن المرأة مقصية بشكل غريب. ليس في حديث عيسى بن هشام زوجة ولا أم ولا أخت ولا بنت ولا أطفال، حتى الأطفال ما كاينينش. وتبعا لذلك لا أسرة بالمعنى العادي المتعارف عليه في المجتمعات وفي الروايات بصفة عامة. كتاب المويلحي مجمع للرجال وللرجال فقط، وهذا ما يقرب المويلحي من مقامات الهمذاني والحريري، حيث ظهور المرأة باهت وهامش. والمثير أن المرأة عند المويلحي لا وجود لها في الأماكن العمومية بالقاهرة، لا تبرز إلا حين يصف باريس، حيث حضورها لافت للنظر، فيقول عنها: فإذا عدد ربات الحجال يربو على عدد الرجال من كل ذات حسن وجمال، وهن يرفلن في الوسي ويسرعن في المشي ويتبارين في رفع الفضول من الأطراف والذيول، ويضربن الأرض بأرجلهن ويزحزحن ما استطعن من حللهن، ويرسلن سهام العيون فيحركن سواكن السجون، ويسلطن من اللحاظ القواتل ما يدمي حبات القلوب الغوافل. انتهى كلامه. من الصعب تصور رواية أوروبية أو عربية اليوم بلا عنصر نسوي، ومن النادر أن تجد رواية بلا إشارة إلى علاقة حب وغرام. ما أهل زينب أن تعتبر أول رواية عربية هو أن عنوانها يحمل اسم امرأة، زينب. ويكفي أن يكون اسم امرأة في عنوان كتاب لنعلم أن الكتاب رواية. لنتذكر في هذا الصدد الأميرة دو كليف، لا برنسيس دو كليف في القرن السابع عشر في فرنسا. هذه الرواية لمدام دو لا فايت. لنتذكر كبرياء وتحامل لجين أوستن. لنتذكر رواية بارزاك إيجيني غروندي، وروايته الأخرى المرأة في عمر الثلاثين. لنتذكر مدام بواري لفلوبير، ورواية أخرى لفلوبير سالومبو. وفي
الأدب العربي هناك عدة روايات تحمل اسم امرأة بعد زينب. من فالوطي عنده غادة الزيزفون أو مجدولين. ثم هناك رواية لأحمد تيمور أظن اسمها عنوانها سلوى في مهب الريح. ثم هناك رواية العقاد سارة. وهناك رواية أخرى اسمها نادية لأظن يوسف السباعي. وهكذا كثير من الروايات تحمل اسم امرأة. ثم إننا لم نسمع أبدا بامرأة ألفت مقامة. هل تعرفون امرأة ألفت مقامة؟ لا. مقامة نص رجولي. وبالأقل وبالمقابل ما أكثر الكاتبات اللواتي تفوقن في الرواية. جين أوستن، إيميلي برونتي، جورج ساند في فرنسا، فيرجينيا وولف، أغاتا كريستي، فرانسوا ساغون صاحبة مرحبا أيها الحزن، آني إرنو التي فازت مؤخرا بالنوبل. ثم من يقرأ الروايات؟ من يقرأ الروايات؟ الرجال أم النساء؟ النساء أكثر من الرجال. عدد القارئات أعلى من عدد القراء. بهذا المعيار فإن قصب الصبق في الأدب العربي يعود إلى كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق للشدياق، ألفه سنة 1855 ونشره بباريس. الفارياق هو اسم الشخص الرئيس فيه، إلا أنه في رفقة متواصلة وفي حوار لا ينقطع مع الفارياقية زوجته. في اعتقادي أن الرواية العربية بدأت مع فارس الصدياق سنة 1855، وما أهلها لهذه الرواية هي حضور المرأة فيها، وهي في اعتباري ومسألة ذاتية ذوقي الخاص أعظم كتاب عربي منذ بداية عصر النهضة إلى الآن. طيب، هذه بعض العناصر التي أقترحها عليكم، وسنواصل حديثنا في نقاش أتمنى أن نقوم به، وشكرا على انتباهكم. شكرا للدكتور عبد الفتاح على هذه الأطروحة الشيقة. والآن مع من عنده يعني مداخلة، الدكتور حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم. أرحب عيانة عن القسم بالأستاذ الدكتور عبد الفتاح، أهلا وسهلا بقسمنا. تحدثت أنت عن فارس الشدياق. عن فارس الشدياق في الساق على الساق. الساق على الساق. الساق على الساق. عن الشدياق. تحدثت عن الساق على الصديق. تفضل. الساق على الساق. ذكرت أنه أعظم كتاب بسبب حضور المرأة. أنا أقول أيضا من الإضافات التي ممكن تضاف لهذا الكتاب أنه سخر من المقامات. الكتاب كتاب الساق فيه سخرية عظيمة من المقامات، وهذا فيه نوع من أنواع التجاوز يعني وصفه بأنه رواية لأنه تجاوز المقامات وسخر منها في فصول كثيرة جدا، حتى في العناوين، عناوين كثيرة من الفصول كانت نوع من الترميز والسخرية من المقامات.
شكرا لكم. طيب ربما صخيرة منها، ولكن هناك علاقة محبة بينهما. ولكن المهم أن المرأة موجودة في الكتاب، بينما لم تكن موجودة في كتاب في المقامات وفي حديث عيسى بن هشام. هذا ما حاولت أن أؤكد عليه. أما السخرية وتلك مسألة معقدة. مشاركة أخرى، تفضل دكتور باسل. العفو أنا سمعي قليل. السلام عليكم. هل وصلك صوتي الآن؟ ها؟ ما وصلت. أرفع يا صوت كبيرة. أنا أوصل. لو أجلس إلى جانبك يعني ربما. لا لا بس أرفع يا صوت ما لا ينبغي أن نقلق لأن سمعي ثقيل. أنا وصلت. تفضل. بداية أرحب بك. هل وصلك صوتي الآن؟ هي ترحب بك يا دكتور. شكرا شكرا. صافي انتهى الكلام. عنده سؤال. عنده سؤال مختلف. هذه الجغرافيا في البحث العلمي. تفضل يا دكتور. شغل اللاقط الأخير. طيب ثلاثة. يعني القرب الجغرافي ربما أحسن. لا الآن الآن تسمعني؟ أنا أسمعك جيدا. يعني القرب الجغرافي. القرب الجغرافي. الجغرافيا مفيدة. بداية أنا يعني أعبر عن شكري الخاص لجائزة الملك فيصل ولقسم اللغة العربية الذي أتاح لنا فرصة اللقاء بك. فأنا كنت أقرأ لك مذ كنت طالبة، ولم تشأ الظروف أن نلتقي في تونس أو في غيرها من البلاد، ولكن التقينا في الرياض في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت. فأنا أشكر الظروف التي ساعدت على لقائي بك. استمتعت بطرحك كثيرا. لي ملاحظات وجيزة بالنسبة إلى حضور المرأة في المقامات. هي حاضرة بطريقة أو بأخرى، يعني في المقامة المضيرية إشارة بالغة الأهمية عندما يصف المنديل المطرز ويقول دخل في سراويلها 20 ذراعا، وليس في عادة العرب ولا في ثقافتهم أن يتحدثوا عن سراويل نسائهم. يعني هذا المنديل قال أسلمته إلى المطرزي، لم تذله عرب العامة بأيديها ولا النساء لمآقها، واتخذته كذا هذه إشارة أولى. في المقامة الشامية من ضمن المقامات التي أسقطها محمد عبدو بالضبط، أنت تعرفها لا شك، وأن هناك طبعات منها الطبعة الكاثوليكية في لبنان التي أثبتتها، وطبعا موجودة في موقع جاليكا. في المقامة الشامية خصام تخاصمه زوجته أمام القاضي وتطالبه بنفقة وتطالبه بمستحقاتها. في مقامة للحريري أيضا. في مقامة الحريري أكثر الإشارة للمرأة أكثر. في مقامات ابن ناقية. ابن ناقية نعم. ابن ناقية. نعم الإشارات كثيرة. في مقامات ابن ماري النصراني. الإشارات لا تعد ولا تحصى. وحضور المرأة كثير، ولا يعني عند هذا الحد لا أذكر باقي المقامات. هذه مسألة. هناك جملة عجبتني كثيرا، هي أنه في الأدب وفي الحب رقم واحد أو الرقم الأول لا قيمة له. أي مهمة جدا هذه الجملة، أنا شخصيا أعجبتني، يعني أضع تحتها سطرين. لكن الأول في الأدب لا يوجد بداية، يعني حينئذ أنت لا تعد الهمذاني بداية للمقامات. طبعاً. لابد أن يكون هناك بداية. حينئذ رقم واحد مهم جدا في الأدب. واحد. لماذا؟ لأنه يرتبط بمفهوم لفينمون لتغير الحدث الأدبي. والأدب والجنس الأدبي لا يكون دون مفهوم الإيفنت، دون تأسيس هذا الشيء. هذا لم أقله أنا، هذا جاء عند موريس بلانشو وجاء عند كثيرين. والهمذاني لم يصدر
مقاماته بمقدمة، لكن الحريري صدرها بمقدمة مهمة جدا، وبيّن أنه سباق غايات وصاحب آيات. سباق غايات معناه إشارة إلى أهمية الأول، وأن الأول مفهوم مهم جدا في ثقافتنا العربية الإسلامية، لأنه البدء، ولا بد من لحظة البدء. يشبهه بالندى. نعم. ويشبه نفسه بالوابل. نعم. ما أحسن. نعم. الندى أو الوابل. صحيح. لكنك عندما ترى من جاء بعد الحريري بما شبهوا أنفسهم بالغيث وبالماء المدراري وما إلى ذلك، نفهم حينئذ أنه لا بد أن يكون ثمة أول حتى نكون نحن في موضع الثاني، وأن الثاني أحيانا هو الأهم من الأول. نعم. وهذا هو، وهذا ما أراده كتاب المقامة من بعده. هي الأدب العربي مبني على المعارضة. مثلا واحد يكتب قصيدة وواحد آخر يعارضه. نعم. 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 يعارضه، يعني يحاول أن يكون في سونرون، في مستوى أو أعلى منه. نعم. هو كل الأدب يعني حتى يتأسس النسق تكون مراجعات. يعني لابد أن يأخذ من السابق. لكن مفهوم أن تكون أول مفهوم مهم جدا. وباقي المسائل المتعلقة بمورياك والمتعلقة بما ذلك، أدخر حتى لا أستأثر بالكلام، أدخر النقاش فيها ربما في مقام غير هذا إن شاء الله. إن شاء الله. لأني قارئة لمورياك. نعم. شكرا لك. شكرا دكتور. اسال، هل عندك تعليق على كلامي؟ عندك دكتور تعليق؟ هو علق. خلاص. تفضل. من الان؟ دكتور محمد. دكتور محمد تعال هنا. يلا. خلا حواري يجي. هو سؤال فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نحن سعداء في قسم اللغة العربية بحضورك معنا، ونهنئك بجائزة الملك فيصل العالمية. أعجبني ما ذكرته أن من قدر له أن يكتب في لغة غير لغته لا قيمة لما يكتب إلا إذا أضاف ذاته إلى هذه اللغة. فهذا هو فعلا الشيء المطلوب، وخاصة منا نحن العرب الذين نجيد اللغات الأخرى، فلا بد أن نجعل من اللغة الأخرى معبرا لثقافتنا وللغتنا. ذكرت أن المقامة أدب رجولي، وذكرت أن قراء الرواية من الإناث، النساء. ألا تكون الرواية، ممكن أن نسمي الرواية بأنها أدب نسائي يكتبه الرجال، لأن الذين برعوا في كتابة الرواية نجيب محفوظ وغيرهم هم من الرجال، فكأنهم يكتبون للنساء من خلال الرواية. وشكرا. طيب. هل نعتقد أن الرواية في العالم العربي رجولية؟ طيب، بصفة عامة أوافقك، ولكن هذا في طريق التغيير. بدأت اليوم تظهر روايات عربية مكتوبة من كاتبات. نعم. طيب. شكرا. طيب. شكرا. شكرا. إذا أردت أن تجيب فقرب من المايك حتى يسمعون. سيدنا. حياك الله. حياك الله ورعاك. قلت
بأن المرأة أكثر قراءة للرواية من الرجل. هذا ما يقال. هذا ما يقال. ما العلة في ذلك؟ ألأن الرواية مبنية على قصة فيها المرأة مؤسسة لها؟ وإذا كان ذلك كذلك، أظن أن المرأة تحب أن ترى وأن الرجل يحب أن يرى. ومن هذا المنطلق فالمرأة تقرأ نفسها في الرواية. وماذا يقرأ الرجل؟ يقرأ المرأة أيضا من جانب آخر. من جانب آخر. طيب، هذه وجهة نظر. توافق أو لا توافق؟ أوافق ولا أوافق. أكتفي بهذا إذا. شكرا. شكرا. وعرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب كلبالي عبد الله من قسم اللغة العربية هنا، والطالب بن سهل علي. ونشكو لا طالب في البكالوريوس. طالب من ساحل العاج. ساحل العاج. مرحبا. في العالي نعم. في مرحلة البكالوريوس، وأشكو كذلك القسم على إقامتي هذا اللقاء الذي من خلاله نضيف أشياء كثيرة إلى معلوماتنا. وأريد أن أسأل فضيلة الأستاذ أو الدكتور، هل ذكر أو شيوع ذكر المرأة في الروايات نوع من الرواج للرواية أم لا؟ هل لأن هذا الموضوع ربما محبب إلى النفوس لذلك أكثر ذكر المرأة في هذا الفن نوع من الرواج أم كيف؟ هذا هو سؤالي، وشكرا جزيلا لكم. هو ذكر المرأة في الرواية يكون وسيلة لرواج الرواية، هذا صحيح، ولكن لابد أن يكون الرجل أيضا في الرواية، وإلا ماذا سيكون؟ تكون المرأة وحدها؟ ترى يبدو أن مثلا ذكر المرأة كثرة الإبرة عندي هنا في كثرة في الشيوع ذكرها، وليس فقط في ذكرها، لأن كل ما ذكرتم أو أكثر ما ذكرتم فيه أن المرأة تقريبا ربما حتى تكون عنوان الرواية، وذكرتم روايات كثيرة جدا مما يعني لا تنفصل عن المرأة. لذلك سألت الآن، هل ذكر المرأة في أو شيوع ذكر المرأة في الروايات يعني نوع من الحيلة للرواج الرواية أم لا؟ لا، أنا أتفق معك في هذه النقطة. لا، أنا أسأل سائل، مجرد سائل وما شيء. ولكن من يكتب الروايات أكثر، الرجال أو النساء؟ لا أدري. لا أدري. الرجال. طيب الرجال يتحدثون عن المرأة، مثلا فلوبير كتب مدام بوفاري وهو رجل يتحدث عن المرأة. فهناك لقاء بين المرأة والرجل. أيوة. المرأة هي البطلة والرجل هو السارد، هو الروائي. لماذا إذن يكون عنوان الكتاب المرأة مثلا كما ذكرتم؟ يعني حتى في يكفي قلت ذكرتم في المحاضرة أنه يكفي ذكر المرأة على كعنوان للرواية، يعني لأنها يعني متصلة به. ما هو أكبر كتاب عربي يتحدث عن المرأة؟ أكبر كتاب يتحدث عربي؟ عربي. لا عادي. لا عادي. ما هو بالنسبة لكم أكبر كتاب عربي؟ ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة، صحيح. كتاب آخر. القرآن تحدث عن المرأة. ماذا؟ ماذا دكتور؟ كليلة هو دمنا.
لا، كان لودي من لا وجود تقريبا للمرأة فيها. نعم. الأغاني. ها؟ يقول الأغاني. الكريم تحدث عن المرأة. يقول لك القرآن الكريم تحدث عن المرأة. القرآن. القرآن الكريم طبعاً طبعاً طبعاً. لكن نتكلم أكثر. ولكن المقارنة. دكتورة تقول الأغاني. كتاب الأغاني. ها؟ وكتب مصارع العشاق. كتب؟ مصارع العشاق. مصارع العشاق. والأغاني. والأغاني. بالنسبة لي ابن حزم، كتاب ابن حزم. ابن حزم طوق الحمامة. طوق الحمامة. كله نساء، كله نساء. يعني مبنية على النساء. ويقول ابن حزم إن من تكلف بتربيته وبنشأته هن النساء. يعني نشأ في كنف النساء. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا وأعتذر من كل شيء. ويضيف ابن حزم أن النساء أكثر كلاما عن الحب من الرجال، وبأن وقت النساء أكثره يمضي في الكلام عن الحب. هذا رأي ابن حزم. دكتور عبد الفتاح، مرحبا. أنت بدأت حديثك عن المقامات بوصفها جنسا أدبيا تراجع، مثلما الآن هي سيدة الموقف الرواية. موضوع الأجناس في تراجع الجنس، ويعني هل أسمع منك رأيا في هذا الموضوع، يعني موضوع الأجناس الأدبية، ما العوامل التي تجعل، هل لأن الجنس يكف عن العطاء، يكف عن العمل؟ يعني أتمنى أن نسمع رأيا منك حول موضوع الأجناس، لأنك بدأت بالمقامة وقلت إن المقامة لم تعد يملك يعد لها حضور. بدأ التحول من صاحب الساق على الساق، من الصديق. قال في كتابه: من أراد السزع المحسنات البديعية يمشي للحريري. وإذا قرأنا ما يكتب عن المقامات ألاحظ شيئا، يقولون إن القصد من المقامة هو التعليم، بأن المقامات تتميز بكونها تعلم اللغة العربية، وحين يقولون هذا يحطون من قيمتها، يزرون بقيمتها. كيف ذلك؟ منذ عصر النهضة تعتبر المقامات جنونا. ما معنى أن تكتب بالسجع؟ ما معنى أن تستعمل المحسنات البديعية؟ مثلا سوق ضيف حين يتحدث عن المقامات يقول إن الناس في ذلك الوقت كانوا مجانين. كيف نتصور أنه لمدة 8 قرون والناس العرب يهتمون بالمقامات وبالسزع وبالمحسنات، ونأتي نحن ونقول كانوا مجانين؟ هل هم المجانين أم نحن؟ هل يجوز لنا أن نعتبرهم مجانين؟ هذا ما حدث. والأنواع الأدبية في طريق دائما تصعد، ثم كالحضارة كما يصفها ابن خلدون، تصعد ثم تنخفض. الآن المقامة في طور الانخفاض، الرواية في طريق الصعود، وسيأتي يوم ستمر بالانخفاض. هناك علامات تشير إلى أن الرواية في طريقها إلى والدليل على ذلك أن القارئ اليوم يحب الكتابات القصيرة مع الكمبيوتر والتليفون وهكذا. المستقبل للكتابات القصيرة. في هناك إشارات تنبئ أن الروايات
في طريقها إلى الأفول، ولكنها الآن في صعود عظيم، في عز صعودها وعزتها. شكرا يا دكتور. شكرا يا أخي. شيء ولا خبر؟ تفضل دكتور. يلا الختامية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أخي. أهلا دكتور. أولا أكرر أيضا الترحيب بك في قسمنا الكريم وفي المملكة العربية السعودية، وأهنئك على الجائزة التي تستحقها وتستحقك. تحدثت عن المقامات وبلا شك أنت خبير في هذا، وهذا جيد لأننا نتعامل مع المقامات، وأشرت إلى أنها جنس مهزوم. جنس مهزوم. 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 وأنني دائما مع المهزومين. جميل. يعني مهزوم يعني كأنها نقول ماتت أو مريضت مرضا شديدا. ما السبب في رأيك؟ يعني هما سؤالان. السؤال الأول، لماذا شاعت وذاعت في وقت من الأوقات وكان لها رواج وكان لها محبون واستمرت قرونا؟ هل لأن العصر يناسبها ولم يعد يناسبها الآن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو أردنا إحياءها هل نلتزم بشكلها الذي عاشت فيه ونشأت عليه من السجع والمحسنات، أم يمكن إعادة إحيائها بثوب جديد؟ لماذا صارت ألف ليلة وليلة كتاب عالمي ولم تحظى المقامات بهذا الوصف؟ لماذا؟ هل لأن ألف ليلة وليلة كتب الله لها مترجما كبيرا هو أنطوان غالو في بداية القرن الثامن عشر، فاهتم بها الأوروبيون وصار العرب يهتمون أيضا بها في ذلك الوقت؟ منذ ذلك الوقت ماذا حدث للمقامات؟ لماذا لم يوجد مترجم يجعل المقامات في مصاف ألف ليلة وليلة؟ هذا العجيب في ألف ليلة وليلة أنها كتاب غفل، لا مؤلف له، لا مؤلف معروف لها، ولكن المترجمون معروفون ولهم أسماء، بحيث نقول ترجمات غالون لألف ليلة وليلة، ترجمات ماردروز، ترجمات بيرتون، ترجمات السؤدري روني خوام، وهكذا. ولكن لا نذكر أسماء مترجمين للمقامات، لم يشيعوا كثيرا. وأنا شخصيا ألفت أطروحتي عن المقامات، وكانت بالفرنسية، ولم تكن المقامات حينئذ مترجمة إلى الفرنسية، كنت أستغل على نص ليس بالمترجم. وفي يوم من الأيام بعد أن نصرت أطروحتي التقيت بالناشر فوبخني توبيخا شديدا، قال لي كيف تكتب عن المقامات وهي ليست مترجمة؟ لكن سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بعد أطروحتي ترجمت مقامات الهمذاني للفرنسية مرتين، وترجمت مقامات الحريري إلى الفرنسية مرة. يعني كان للكتاب عن المقامات مفعول، أنه أثار انتباه بعض القراء وأثار انتباه بعض المترجمين. ثم إن ترجمة ألف ليلة وليلة سهلة نسبيا. يعني ماذا يهمنا في ألف ليلة وليلة؟ الصياغة اللفظية؟ لا، تهمنا القصة،
سهم من الأحداث الحبكة حين يترجم تترجم المقامات ماذا يترجم؟ تترجم الحبكة والأحداث تسلسل الأحداث ولكن الصياغة اللفظية الأسلوبية لا تترجم صحيح. فهذا هو المشكل تفقد أهم خصائصها ها؟ تفقد أهم خصائصها تفقد أهم خصائصها ولكن نبغى في المدة الأخيرة نبغى الترجمة للمقامات الحريري ولا شك أنكم تعرفونها أنجزها الأمريكي كوبرسون مايكل كوبرسون قريبا نعم حديثا حديث سنتين ربما أو ثلاث سنوات وعنوانها امبوستور كيف نقول بالإنجليزية امبوستور امبوستورس يعني حولوها للعربية ونحولها شيء بحال الحيال بحال النصب والاحتيال الكدية الكدية يعني النصب والاحتيال امبوستور بالفرنسية وأيضا بالإنجليزية احتفظ بكلمة امبوستور كيف ترجم المقامات تعرفون في كل مقامات هناك في كل مقامة هناك وجه أدبي نوع أدبي ماذا فعل ويليام ماذا فعل مايكل كوبرسون في كل مقامة إنجليزية خاصة أسلوب إنجليزي خاص مثلا إنجليزيات نيجيريا إنجليزيات سنغافورة إنجليزيات الهند الهند وإفريقيا الجنوبية ثم إنجليزيات هذا الكاتب أو ذاك إنجليزيات مارك توين إنجليزيات فيرجينيا وولف وهكذا يعني 50 مقامة إنجليزية الملكة The Queen الملكة يعني Queen English يعني الإنجليزية يعني يقول الطريقة الرسمية جدا الطبقة الراقية يعني فهكذا فإن كل مقامة فيها أسلوب معين وفي كل ترجمة وفي ترجمة مايكل كوبرسون في كل مقامة 50 أسلوب إنجليزي معين هذه هي الترجمة الإبداعية وما عدا هذا لن تترجم الصيغة العربية هو مايكل كوبرسون ترجم الصيغة العربية إلى الصيغة الإنجليزية أو الصيغ العربية إلى الصيغ الإنجليزية وهذا شيء جميل جدا وكان موفقا في هذا طيب دكتور لو أردنا إعادة إحياء المقامات هل نحتاج إلى إعادتها بصيغتها القديمة أم يمكن أن تلبس ثوبا جديدا ويبقى روح المقامة وفكرتها وهو الحيلة والكدية والتسول وما شابه ذلك يبقى أو استخدام المهارات يبقى أن يقدر الله لمترجم أن يعيد ما فعله أنطوان غالون في بداية القرن الثامن عشر بألف ليلة وليلة جعل المقامات تنتشر في العالم بأجمعه ابتداء من أوروبا ألف ليلة وليلة وحتى العرب الذين كانوا يحتقرونها صاروا معجبين بها بحيث يمكن أن يفرطوا في أي شيء إلا في ألف ليلة وليلة شكرا لكم في ختام دكتور تختم دكتور عندك كلمة ختامية كلمة ختامية أشكركم على حسن تتبعكم ولقد اختصرت كثيرا في عرضي وهذه الأشياء تجدونها مفصلة في بعض كتبي في كتابي الأخير الذي عنوانه التخلي عن الأدب احذروا من هذا العنوان لا يعني أنني أتخلى عن الأدب
يعني ذكرت فيه كيف وصف العرب والأوروبيون التخلي عن الأدب، يعني التخلي عن الأدب كموضوع أدبي. مثلا في دون كيخوتي لسيرفانتيس يتخلى دون كيخوتي عن أدب الفروسية، يقول إنني ضيعت وقتي في أدب الفروسية. إذن تخلى عن الأدب، وحدث هذا وهو على فراش الموت، وقال لو أمهلت في العمر لا قرأت كتبا ترفع من قيمة الروح. فقال له أصدقاؤه توقف توقف لا تقول هذا، لأنه فهموا ماذا يريد. يريد أن يقرأ الروايات التي تتحدث عن القديسين، يريد أن يصير قديسا. فأوقفه أصدقاؤه، ولكن كان هو على فراش الموت، يعني أنه ما تخلى عن جنس أدبي حتى أراد أن يعمل على جنسي أدب آخر. هذا هو التخلي عن الأدب، تتخلى عن أسلوب أو عن طريقة وتنتهج أسلوبا آخر وطريقة أخرى ونوعا آخر. هذا هو موضوع كتابي الأخير، التخلي عن الأدب. أما فيما ما يخص المرأة والمقامة والرواية فتحدثت عن هذا بتفصيل في كتابي أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، تجدون هذا مفصلا. ومرة أخرى شكرا على حسن انتباهكم وعلى حسن ضيافتكم بصفة عامة، شكرا لكم. شكرا شكرا دكتور. أكرر شكرا للدكتور عبد الفتاح، وأدعو رئيس سعادة رئيس القسم لتسليم درع القسم التذكاري للدكتور عبد الفتاح. شكرا للجميع وللحضور. تفضل يا دكتور. نعم. هذا درع تذكاري. تذكاري. نعم. سنأخذ صورة. نعم. تعالوا خذوا صورة. يقول سنأخذ صورة دكتور ما في. دكتور عبد العزيز المانع. شكرا يا دكتور. شكرا يا أخي. شكرا يا أخي. شكرا شكرا جزيلا يا جارتي. J'aimerais bien demander votre courriel, si bon. Vous voulez. Courriel. Courrier électronique. Ah oui, ça va t'écrire. Docteur Harid, prends des photos sur le channel Rissal. Bye. Shukran. 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 هذه تأخذ هي هذه أسودة. تفضل أخذ سلام. نعم تفضل. يريد أن يأخذ طيب.